يحصل على النورية برجالة المقاومة سواء ممن لا يزال في مقامها متاع الله بالصحة والعافية أو بذكر من قدم إلهه واستخلص أرواحه في سبيل رفعة الروحة واستقلال المال عبر مختلف الأصول والأزمنة. طبعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة مولانا أمير المؤمنين حضرات السيدة في السفر. إن الأهمية الكبيرة التي تكتسبها تنبؤ بها الفكرة هذه النهضة الفكرية حدام وبيرا وقامة المقاومة العربيش بين سنتين 1910 و 1956 تأتي من القيمة التاريخية الجهادية لتعدي العرائس المحروسة كما ذهبت المسار التاريخي على سنة هذه المدينة وأيضا للقيمة الاستراتيجية لها في تاريخ المغرب إلا النهضة المصرية في حفظ الوحدة الوطنية سواء في العصر القديم في العصر الوسيط أو في العصر الحديث أو المعاصر. ذلك أن مدينة العرائش ومنطقة العرائش كذول عرفت بمواقفها المتقنة ضد كل محاولات الاحتلال الأجنبي من جملتها رفض أهل مدينة الكسوس والاحتلال الروماني وانتفاضتهم ضده وضد سياسة الرومانة ونفس الثقافة والحضارة المغربية الأمازيغية آنذاك. وأيضا عرفت بعد ذلك كثرة من الثغور الساحلية الحساسة ضمن سلسلة ثغور الدفاعية المقدسية المغربية وكيرونها ضمن الرباطات الجهادي والمدافعة ورابط الدبلوماسية والتوافقات السياسية كانت الساكنة بمختلف أقلامها الاجتماعية تقف بين مصادرها. مع ذلك سجلنا على رجل الإسبان سنة 1910 واحتلال المدينة في يوليو 1911 دون أن ننسى مساهمة المدينة في عدد من المناحي من المعارك العسكرية المغربية الكبرى ومن إدارة أهلها للمشاركة في صف الأبواب الأجنبي الذي يهدف النسل حول العقيدة الإسلامية والوحدة الترابية المغربية منها الدور المحوري والاستراتيجي التي لعبته الحامله العسكري والعرائش واهلها من المتطوعين في انتظار الجيش السعدي في معركه هذه المخازن الشهيره دون ان نغفر الادوار التاريخيه التي لعبها رجال النساء الحركه الوطنيه والعرائش في سبيل تبكير المغرب من نيل الاستقلال والتحرر من نيل الاستعمار الراشد. فضلا عن دعم المدينه عبر نخبها السياسيه والوطنيه لقضايا التحرر العالميه وحضوره البارز في العديد من المواقف المسيريه للشعوب الصديقه والشقيقه ولعل المدخلات الساده الباحثين اليوم تؤثر البرنامج الذي ستقررنا وبالتفصيل من التاريخ تحت العرائس المقاوم الذي تنتحر جواده بدم الشهداء. حضرات السيدات والساده ان اهميه التعامل مع البحث والدراسه والتحليل والمناقشه بتاريخ المقاومه العرائشيه اليوم يأتي كضرورة تفرضها مجموعة من المقالات المنطقية والنقاط الأساسية التي سأحاول أن ألخصها. أولا النقص الكبير في الدراسات والأبحاث الأكاديمية المعمقة التي تتخذ من هذا الموضوع في علاقته بمدينة العرائش مجالا للبحث والدراسة والتلخيص. ثانيا نظرة القطع الأثرية سواء في شكل المادي من الأسلحة والأنبسة أو الأدبي من مخطوطات ووثائق الخاصة بالحركة الوطنية التي يمكن أن تساهم في تأتيت المتحف التي سينتهي منه التراب الثقافي للمقاومة من قبل المشروع التي تسهر عليه اليوم المنظومية السامية للمقاومة وأجزاء التحرير بمدينة العرائش مشكورة على مبادرتها. ثالثا ضرورة بناء إمارة تعريف لتعريف ومقاومة أجدادنا في أوساط الناشئة والأجيال الصاعدة لما هو من دور محوري وحساس في تعبيته على قيم الواقع والحق المؤسسة على قاعدة تاريخ مسلمة تجعلهم يحسون بالاعتزاز والفخر بالتاريخ وتراث أجدادهم وبالتالي يخافون انخراطهم المسؤول في المحافظة المستدامة عليه. رابعا الاهتمام بتراث الإعلان الأسلم التي تصدر به مدينة العرائش باعتباره دليلا ماديا بارزا على القيمة الدفاعية التاريخية ومحاولة التتميم به ورد اعتبار قيمته التراثية بما له من دور فعال في تنمية المجال. إن كانت الأبراج والحصول والأسواق والبطاريات بموقعها الاستراتيجي ساهمت في حماية المدينة والدفاع عنها فإنها اليوم بنفس موقعها الاستراتيجي يمكن أن توفر مجهودا
لزوجنا وكل نشط السياحة تراتية بالمدينة نقدر أن تضعها مجددا لربيع الأخيرة بالإضافة لجاذبيتها المعمارية باعتبارها تشكل منطقة من أنماط العمارة ذات القوة والتميز الوطني والعالمي. حضرت السيدات والسادة، نتمنى أن تكون هذه النقلة الأولى والفكر حول موضوع تعريف المقاومة بالعرابش من طرق لتكتيك الجهود وخلق مجموعة أو بخلق نواة تدل باحثين أكاديميين ومهتمين بتعريف وتراث مدينة العرابش، وعلى رأسهم اليوم الأساتذة المتدخلون اليوم تحت إشراف الكلية التخصصات بالعرابش من نبيل الجولة سامية التحرير وأعضاء جيش التحرير، ويركزون اهتمامهم وسعيهم على البحث والدراسة في هذه المجال، دون أن ننسى طبعا المهتمين بالأبحاث الأثرية سواء بالقطاع العلمي أو الجمعيات المختصة المحلية منها أو الوطنية، بهدف جمع ما ترى هنا وهناك من تحف ومواد ذات قيمة أثرية مرتبطة بتاريخ المقاومة المدينة العربية. مرة أخرى أجدد